نروح مع حضراتكم دلوقتي لباحثين في جامعة موسكو، أعلنوا عن تطوير جهاز استشعار هيساعد الناس في إنها تشخص مرض السرطان وأيضا إنها تعالجه في مراحل مبكرة. الباحثين دول عملوا دراسة علمية لهذا الجهاز ووصلوا لنتائج مبهرة جدا، إن شاء الله تساهم بشكل كبير في حل مشكلات الأمراض السرطانية عند ملايين الناس في العالم. الابتكارات العلمية بدأت تظهر بشكل كبير خلال الفترة الحالية. باحثين وعلماء من كل دول العالم هدفهم البحث عن تقنيات حديثة ومتطورة في علاج أمراض خطيرة ومستعصية. آخرها كان في دولة روسيا اللي ظهر فيها مجموعة من الباحثين في جامعة موسكو وأعلنوا عن نفسهم وقالوا إنهم قدروا يطوروا جهاز استشعار جديد هيساعد الناس في تشخيص السرطان وعلاجه في مراحل مبكرة. الباحثين دول عملوا دراسة عن جهازهم الاستثنائي ونشروه في مجلة اسمها Optics Letters، وأكدوا إن الجهاز بيتعرف على الغازات والسوائل المنخفضة بدرجة عالية ودقيقة جداً، خصوصاً إن الجهاز ده عبارة عن مستشعر هجين من جزيئات اسمها الفوتون. الفوتون ده معناه العلمي الوحدة الأساسية للضوء، وهو عبارة عن كميات من الأشعة الكهرومغناطيسية متناهية الصغر. المهم إن الجهاز ده بيحلل السوائل والغازات العالية بتركيزات منخفضة جداً في المحاليل، وهو أيضاً عبارة عن رقائق صغيرة من جهاز استشعار بيقدر يعمل تحليل كيميائي حيوي ومعقد علشان يحدد نوع السرطان في جسم الإنسان. الباحثين الروس قالوا إن دراستهم هتكون خطوة مهمة لإنشاء جهاز مختبر وقوي بيكشف عن المؤشرات الحيوية للسرطان في مرحلة مبكرة باستخدام كمية صغيرة جداً من دم المريض، خصوصاً إن منظمة الصحة العالمية قالت إنه تم تقدير عبء السرطان العالمي بـ 19.3 مليون حالة جديدة و10 مليون حالة وفاة. وهنا الخبراء المتخصصين في الأورام داخل منظمة الصحة العالمية أكدوا إن ممكن نمنع 30% من الحالات الجديدة، وممكن كمان نعالج نفس النسبة تقريباً من خلال الكشف المبكر على المواطنين.